السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد. اليوم الخوت والأخوات جينا للسوق نشارك معكم الحوالة. جينا نشوفه وتبعوا معايا لا فيديو تلخر على بركة الله. جينا لواحد السوق كيبيعوا الأغنام، تبارك الله ما شاء الله، الخير تاع الله ما نقولكش، حوالة سرديين. أنا بإمكاني راه كاين بزاف الحوالة، ولكن بإمكاني نصور كلشي، ولكن مع احتراماتي ما نقدرش نصور الناس. مع احتراماتي كنصور عائلة الحوالة، كنصور شوية بشوية. وشوفوا تبارك الله الخير، حوالة سرديين رائعين وزوينين، والناس كلها فرحانة، الناس كلها جات، جابوا الوليدات كيشوفوا كيتفاهموا. شوف كل واحد على المقدر ديالو الفلوس، هو الحولي شوية طالع، لكن شوف كل واحد وشنو كتاب له عيدي. وحنا كنفرحوا الوليدات، وكنجيبوا الوليدات نفرحوهم ويشوفوا ويتمنظروا، ويعني كل واحد كيمشي على قد الجهد ديالو. وتبارك الله ما شاء الله الحولي، كل عام وشنو مكتاب لك باش تعيد، الحولي كيبقى ارزاق كل عام، والحولي الرزاق ديالك اللي يجي عندك للدار. وتبارك الله دابا جينا نشوفو ونشوفو الثمن، كل واحد كيمشي على المقدر ديالو، وان شاء الله كل شيء عيد، كل شيء عيشري. ويا ربي كنتمنى الامه الاسلاميه كامله يا ربي يفرحها، وكل بيت يفرحوا الوليدات. مع احتراماتي الوليدات كيفرحوا، كيجيو كيشوفوا الحولي بحال ما عرف شنو كيشوفوا. تبارك الله ما شاء الله، حولي ما نقولكش، تبارك الله كي دايرين حوالا سرديين غزالين كيحمقوا. ودابا جينا ونسولو الثمن شحال، وانسان كيمشي على قد فلوسه. ودابا هنا هذيك البلاصه وهاد البلاصه هذه راه الحواله مشريين، وكيديروا لهم الارقام ديالهم، اللي شرا شي حولي كيحطوه هنا حتى ليله العيد وكيديه. اللي شرا حولي كيجي هنا يتقيد النمره، وليله العيد كيدي الحولي ديالو. وكل واحد كل واحد راه خدا على الثمن ديالو، على قد الفلوس ديالو. وشو تبارك الله الخير اللي دخل، تبارك الله ما شاء الله. دابا هنا الحواله اللي عنده شي حولي ديالو راه داير له الرقم ديالو، وكيبقى محطوط هنا حتى ليله العيد وكيجي يديه، لان كاين دابا في الديور ما عندوش فين يديرو، كيخلي عند مولاه ليلة العيد عاد كيجي يدي. وهاد البلاصة راه ناحية الغرب، هاد البلاصة راه ناحية ديال الغرب. جينا كنتسراو كنشوفو الخير ديال الله، واللي شرا شي حولي كيحطو هنا وكيدير له الرقم ديالو. وانا ما بغيتش نبين مع احتراماتي الناس، راه الخير محطوط، اتساع محطوط، الحواله كاين بزاف تبارك الله ما شاء الله، كاين على الانواع. واللي عجبو راه كيديه وكيتفاهمو، وهو في الحقيقه راه طالع، ولكن كل واحد كيمشي على الجهد ديالو. ويا ربي ما يحرمش اي مسلم يا ربي، ويا ربي يفرح الامه كامله يا ربي في عيد الاضحى يا ربي، جميع المسلمين يا ربي، يا ربي يدخل لينا عيد الاضحى المبارك بالصحه والسرور. تبارك الله ما شاء الله. وشويه عندوز البلاصه اخرى
فيها أحوال أخرين النوع آخر. هذوك الفلولين تيقول لهم السرديين، انا ما كنفهمش هاد الحواله، ولكن هذوك تيقولوا السرديين الاولين، الناس كتشري من هوك وكتشري من هوك. تبارك الله ما شاء الله. ودابا ندوزو للبلاصه اخرى، الحوالانيت حداها، ها هما تبارك الله على الحواله الاخرين ثاني، هما هادو الناس كتشري من هوك وتشري من هوك، اللي عجبو شي حولي كيتفاهم مع مولاه. كاين شي معيزات تاهما، حيت كاين الناس كيبغيو يعني الجديان تاهما راه زوينين. شوف تبارك الله ما شاء الله، كاين الخير الخير. يعني هادي مدينة الغرب، نواحة الغرب، يعني كيبيعوا فيها الناس. جينا كنشوفو الانسان اللي كتب يديه، كنتمنىكم دعموني بلايك وفعل الجرس يوصلكم الجديد يا ربي. والاخوات ديالي انا اي حاجة كنبغي نشاركها معكم، اي حاجة، ان حسبتكم عائلتي، واي حاجة كنبغي نشاركها معكم، وكنبغي نشارك معكم الفرحة. ويا ربي اي بيت واي دار يكونوا فرحانين يا ربي. يا ربي فرح الامه كامله يا ربي، امه المسلمين يا ربي. اللهم بارك، اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا محمد يا ربي. يا ربي ادخل لنا الفرحه في العيد الاضحى يا ربي، وفرح اي مسلم يا ربي. ودائما ما نساوش الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. ما شاء الله. وهذا هو الفيديو اللي شاركت معكم. من طبيعة الحال جيت نشوف، ولكن ضروري نشارك مع أخوتي وأخواتي، نشارك معكم يعني عيد الأضحى. وتبارك الله الخير في أي بلد، يا ربي يفرح الأمة كاملة يا ربي، أمة المسلمين. وبالصحة والراحة ومع السلامة.